أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في اسم ربنا يسوع المسيح. كتير بسألوني عن خدمة يسوع، لوين راح يسوع؟ تعرفوا في طفولة يسوع في ناس فكرت أنه يسوع راح للهند أو راح لبلدان أخرى. بالحقيقة أنه يسوع كان في الأراضي المقدسة وكان بيتحرك في مسافة 200 ل 250 كيلومتر بالتحديد. طبعا يسوع ولد في بيت لحم اللي هي في اليهودية في جنوب البلاد، وهي كانت يعني منطقة يهوذا اللي هي منها أورشليم، بيت لحم، الخليل اليوم والمدن المحيطة. كانت البلاد مقسمة لثلاث مقاطعات، اليهودية والسامرة اللي هي في أواسط البلاد، والجليل اللي هي المنطقة الشمالية اللي أنا أجيت منها. ولدت في الناصرة وعشت في قانا الجليل بين الناصرة وبحيرة طبرية. هذه المناطق اللي عاش حولها يسوع المسيح. ولد في بيت لحم، تربى وترعرع في مدينة الناصرة، وكانت خدمته في حول بحيرة طبرية مدن الجليل. وكان يجوا يسمعوا يسوع من كل المناطق. كان يجوا من أقصى الجنوب، من اليهودية، من أورشليم، وكل اليهودية يعني المدن والقرى المحيطة في تلك المنطقة. يسوع راح لمنطقة السامرة، وأيضا خدمة يسوع كانت حول بحيرة طبرية. حول بحيرة طبرية بنعرف أنه كانت الناس تيجي من كل مكان تسمع تعليم يسوع المسيح. كانوا يجوا من الجنوب، من اليهودية، من أورشليم، وكان يجي من عبر الأردن اللي هي بسموها اليوم الديكابوليس. كان يجوا من منطقة صور وصيدا، وكانوا يجوا من مناطق عديدة. والمسيح تحركاته في الجليل، سواء الجليل الأسفل أو الجليل الأعلى إلى حدود لبنان، وصل إلى منطقة فينيقيا، إذا بتتذكروا قصة المرأة الكنعانية، منطقة صور وصيدا في الشمال. ولما دار حول بحيرة طبرية دار من الجهة الأخرى، وين صنع المعجزة إشباع 4000 في منطقة الأمم وقريبة من المدن العشرة اللي هي الديكابوليس. فلما أنت بتحسب كل هاي المسافة من أقصى الجنوب، من أورشليم إلى منطقة صور صيدا، المناطق اللي مشى فيها يعني حوالي 250 كيلو متر. لكن بهذه المساحة الجغرافية أثر المسيح على كل الشعوب المحيطة. كان يجوا من أدوم، من اليهودية، من السامرة، من المدن العشر، من الأردن يعني، من صور، من صيدا، من ولاية سوريا، يعني كان يجوا من سوريا حتى يسمعوا تعليم الرب يسوع المسيح. والشيء الجميل في هذه المنطقة، المسيح كان موجود وقبل التحدي من الجميع، سواء الفئات الدينية مثل الصدوقيين والفريسيين اللي كانوا بيسألوه أسئلة صعبة جدا، لكن كان المسيح مليان حكمة وكان برد على كل التساؤلات، وأيضا التحديات السياسية من الهيرودسيين. وطبعا في وقت لاحق لما راح لأورشليم وقف أمام هيرودس أنتيباس، وقف أمام بيلاطس، وقف أمام مجمع السنهدرين. وإحنا بنعرف مثل ما سمعته في حلقات أخرى إن المسيح لم يتردد لحظة، لم يعتذر، ما أخذتش أي يعني جواب على غرة هيك يعني تفاجأ في المسيح. كان حازم في كل شيء، فقبل كل التحديات، وهذا يختلف عن أي نبي آخر. ما قالش ارجعوا لي بكرة بعطيك الجواب، كان دائما الجواب موجود عنده، عدا أنه التعليم وحياته الكاملة أخلاقيا المعجزات. الناس كانت منبهرة من المعجزات لأنه شافوا أمور خارقة جدا بحياتهم ما شافوها. فهذا يعني فعلا أثر أنه الناس تيجي من كل مكان، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال حتى يسمعوا تعليم المسيح، وأيضا يشوفوا المعجزات اللي اختبروها
أمام عيونهم معجزات عملية. كان المسيح عنده القناعة الكاملة بقدرته الفائقة، مش هيك؟ ما كانش خايف، ما كانش متردد، ما كانش يعني إنه الأمور بتاخده مفاجأة. عارف إرساليته، عارف الهدف، عنده الرؤية، عارف الهدف الرئيسي اللي أجا من أجله، مشان هيك كان بيتحرك في هذه البقعة وفي هذه الدائرة. وهي الخدمة اللي وصلها يسوع كان تركيزه في الأراضي المقدسة، الجليل، السامرة، واليهودية اللي هي أورشليم. عاش في الجليل، خدم حول بحيرة طبرية، طبعا الصلب والقيامة وإرسال الروح القدس، بداية الكنيسة الأولى تمت في أورشليم. والرب اختار هاي البقعة من كل أراضي الدنيا. تعرفوا كتير ناس بيجوا معاي على الأراضي المقدسة حتى يعني ندرس كلمة الله في المواقع الكتابية، وبيستغربون كيف الله اختار هيك بقعة صغيرة من كل بقاع الأرض. أكيد في بلاد أجمل وفي مناطق أفضل وأغنى وأوسع إلى آخره، بس يكفي أن نقول أن هاي الأرض مشي عليها الأنبياء، هاي الأرض مشي عليها الرسل، وما زلنا نسمع أنفاس وصدى صوت هؤلاء الرسل والأنبياء القديسون. يكفي أن نقول أنه رب المجد يسوع المسيح عاش في الجسد، يعني لما ترك السماء اختار هذه البقعة الجغرافية، مش علشان الواحد يفتخر أنه هاي المنطقة نقول مباركة. لا، البركة لما بيكون المسيح ساكن القلب. أنا سكنت في القدس، ولدت في الناصرة، وعشت في قانا الجليل، وكنت بروح على بحيرة طبرية وإلى آخره، كل المناطق الكتابية. تعرف أنه شخص يعني مش من بلادنا أجا كلمنا عن يسوع المسيح، واختبرت خلاص يسوع المسيح. الفكرة مش في الأرض، بس الأرض يعني مجرد أنه نتذكرها هي بركة، أنه الأرض اللي مشي عليها يسوع، واللي مشي عليها الرسل، واللي مشي عليها الأنبياء القديسون، واللي مشيت عليها القديسة مريم، واللي مشيوا قديسات أخريات مثل مريم المجدلية ومريم أخت ألعازر والمريمات الأخرى، واللي شفنا يعني أمور عجيبة. هاي الأرض تستاهل أن نبوسها، مش لأنه الأرض، أنه رب المجد كان موجود في هذه البقعة. أنا حبيت بس أجاوب على السؤال، طب هل فعلا كان في مناطق تانية؟ لا، ما رحش المسيح، كان بس بهذه المساحة الجغرافية التي لا تزيد على 250 كيلومتر، لكن أثر. إذا المسيح مشي في مساحة جغرافية 250 كيلومتر، الرسول بولس استخدم الرب أن يغطي مساحة 2500 كيلومتر في العالم القديم، وصل إلى روما، وكذلك بطرس وصل إلى روما، وصلت الرسالة لإسبانيا في الغرب ولشرق أوروبا، وصلت لشمال أفريقيا، وتأسست كنائس في كل الأرض، وانتشرت المسيحية من خلال بقعة صغيرة الله استخدمها حتى تكون نور ورسالة وشهادة لكل العالم. وإذا في عندك أي سؤال في هذه المواضيع، ولا سيما اللي تتعلق بالخلفيات الحضارية أو المواقع الجغرافية التاريخية، وعندك أي سؤال كتابي، أنا بشجعك أنك تتواصل معنا. الرب يباركك.